الأخبار من ATV العدالة وفيها. أمير البلاد في زيارة رسمية لبغداد غدا. طلبات نيابية بعقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة التوظيف. التطبيق الفعلي لعافية 2 منتصف يوليو. ومن العناوين إلى التفاصيل. يقوم سمو أمير البلاد يوم غد بزيارة رسمية إلى العراق، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. وتعد الزيارة التي يقوم بها سمو الأمير إلى العاصمة العراقية هي الثانية لسموه خلال توليه مقاليد الحكم، إذ قام سموه في 29 من مارس 2012 بترأس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك. قال سفير جمهورية العراق لدى الكويت علاء الهاشمي إن الزيارة الكريمة لسمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الرسمية للعراق تأتي استجابة للدعوة الموجهة لسموه من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي. من جانبه قال السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمنان إن الزيارة المرتقبة لسمو الأمير إلى بغداد تاريخية وتأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة بين البلدين. ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد الاجتماع 9 للمجلس بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وناقش الاجتماع تقرير لجنة التنمية الاقتصادية بشأن مشروع التخصيص العام والخطة التنفيذية له وهيكلة المالية العامة للدولة، والذي يندرج ضمن إطار رؤية الكويت 2035. وتناول التقرير أهداف التخصيص المتمثلة في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الخدمات وتوفير فرص استثمارية جذابة للمواطنين وغيرها من الأهداف. اعتبر رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح أن البديل الاستراتيجي اختبار حقيقي للتعاون الحكومي مع المجلس في طريق الإصلاح الوظيفي، مؤكدا أنه فرصة تاريخية لتعديل منظومة الرواتب في قطاعات الدولة كافة. وأعرب الصالح عن رفض أي استثناءات في رؤية الحكومة تجاه تطبيق القانون، معتبرا أن وجود تلك الاستثناءات من شأنه تفريغ القانون من محتواه، حيث إن الغرض منه القضاء على التمييز بين الموظفين في قطاعات الدولة كافة. أعلن النائب عودة رويعي إقرار اللجنة التعليمية البرلمانية قانون الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أنه سيرتقي بالتعليم العالي ويحقق الطموح. وقال رويعي إنه من المنتظر مناقشة القانون في إحدى الجلسات قبل فض دور الانعقاد، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار فيما يخص الرقابة المسبقة على الكتب، مبينا أن موقف الحكومة سيصل اللجنة مكتوبا بهذا الشأن. كان اليوم الانتهاء بشكل نهائي التصويت على مشروع قانون الجامعات الحكومية، وهذا المشروع اللي أيضا سيدرج على جدول الأعمال، وإن شاء الله راح نرى في هذا القانون نقلة نوعية في التعليم العالي وأيضا واقع التعليم العالي وإنشاء الجامعات الحكومية بالكويت اللي من شأنها أيضا ينظمها وأيضا يعطي أيضا فرصة للإخوان الذين لديهم الكفاءات الوطنية والآخرين اللي لديهم القدرة على العمل وكذلك للتقدم الجامعة، سواء الجامعة التي ستنشأ أو هي منشأة فعليا في جامعة الكويت التي ستنتقل إلى المبنى الجديد أو الموقع الجديد في الجدادية أو مدينة صباح السالم، وكذلك الجامعة التي بموجب القانون الحالي أيضا سيصدر مرسوم بإنشائها، وتكون أيضا الجامعة الأخرى التي ستقوم على مباني جامعة الكويت ومواقعها الحالية.
تقدم عدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة التوظيف، وذلك يوم الأحد 23 من يونيو الجاري، وعلل النواب طلبهم بأن التوظيف أصبح أزمة وهاجسا لدى الكويتيين، لافتين إلى وجود خلل بنسب الوظائف وما حصل في الفتوى والتشريع، والذي اعتبروه دليلا على تخبط الحكومة وظلمها للمتقدمين لوظيفة محام لدى الهيئة. أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباع عن بدء التطبيق الفعلي لعافية 2 في 16 من يوليو القادم، وقد تم البدء في توزيع البطاقات الخاصة بالتأمين من خلال 46 مركزا صحيا تابعا للوزارة موزعة على كل محافظات الكويت، وذلك للتسهيل على المتقاعدين. ويتضمن عافية عددا جديدا من الخدمات التأمينية الجديدة التي ستقدم للمواطنين المتقاعدين. أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن فتح باب القبول لدفعات جديدة بدءا من 30 من يونيو حتى 11 من يوليو، ومن بين الدفعات التي سيتم قبولها الطلبة الضباط حملت الشهادة الثانوية وما يعادلها وحملت الشهادة الجامعية كضباط ميدان، إضافة إلى المتطوعين رقباء أوائل حملت الشهادة الثانوية. كما يتضمن المتطوعين الأغرار والمتطوعين الفنيين الموسيقيين فضلا عن الإعادة إلى الخدمة بالحرس الوطني من ضباط الصف والأفراد. أعلن النادي العلمي أن الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكيا لهذا العام يصادف يوم الجمعة المقبل الموافق 21 من يونيو الجاري. وقال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي عيسى النصر الله أنه بعد ذلك سيقصر طول النهار حيث يتساوى مع الليل عند بداية الاعتدال الخريفي في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن العكس سيحدث في نصف الكرة الأرضية الجنوبية التي ستشهد ظاهرة الانقلاب الشتوي. يوم الانقلاب الصيفي هو اليوم اللي تسقط فيه أشعة الشمس بشكل عمودي على مدار السرطان. مدار السرطان هذا مدار وهمي نفس خط الاستواء، يقع 23 درجة ونصف شمال خط الاستواء، وتكون يوم الانقلاب الصيفي أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان. أما من المظاهر اللي احنا نشوفها في هذا اليوم هو أن الشمس في السماء راح تصل إلى أعلى ارتفاع لها على مدار العام، وبالتالي يكون نهار هذا اليوم هو أطول نهار على مدار السنة. احنا عندنا الانقلاب راح يكون في الساعة 6 مساء، فيوم 22/6 يوم السبت سيكون طول النهار 14 ساعة و3 دقائق، وهو أطول نهار على مدار العام. وبعدها راح يبدي النهار يكسر يوم بعد يوم إلى أن يتساوى، يوصل يوم يتساوى النهار مع الليل في يوم يعرف بالاعتدال الخريفي اللي راح يكون في شهر سبتمبر المقبل. وبعدها يستمر النهار أيضا يكسر إلى أن يصل إلى أقصر طول له على مدار السنة في يوم الانقلاب الشتوي واللي راح يكون في شهر ديسمبر.